قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تجربتنا النهارده تجربة رقم 2 وستون بريدج. التجربة دي بتتكلم عن قنطرة اقترحها واحد اسمه وستون. القنطرة دي بتساعدنا على إيجاد مقاومة معقولة. القنطرة دي بتتجزأ الأول في الجزء اللي قدامنا ده من ثلاث مقاومات. المقاومة الأولى بتبدأ من المسمار ده نجيب تمس عندنا مقاومة واحد R1. المقاومة الثانية بتتمثل من المسمار ده للمسمار ده ودي بتتمثل عندنا R2. المقاومة الثالثة بتتمثل من المسمار ده للمسمار ده ودي عندنا R4. بالنسبة للجزء ده المفتاح، لما ندوس عليه القنطرة بتتوصل، لما بسيبه القنطرة بتقف. عندنا الجزء الثاني ده بيمثل الجلفانومتر، ده عندنا بيقيس المقاومة، وعندنا المكان ده بيقيس ده اللي بيوصل بالمقاومة المجهول اللي أنا بحتاج أقيسها، وده موصل عشان شاحن عشان الجلفانومتر، وده الفيشه اللي بوصلها عشان اشغل الشحن. في البدايه عندي انا القانون بيقول R3 اللي هي الار مجهوله يساوي R4 في R1 على R2. انا بعتمد ان انا عندي بحط نسبه بين R1 وR2 من الجهاز اللي قدامي، واحط R4 كميه واقعد اختار في R4 بحيث ان اطلع R3. عاده انا بشتغل يعني انا عارف قوه R3 وبعمل على اساس R4. يعني مثلا انا عندي هنا مقاومتين هشتغل عليهم، مقاومه واحد ومقاومه اثنين. المقاومه دي قيمتها اساسا 47، المقاومه دي اساسا قيمتها 10. فانا لما احب هوصل التجربه كامله هوصل المقاومه ال10 لمكانها هنا، وكده التجربه موصله جاهزه. فانا عندي هنا R1 R2، فانا احط النسبه بينهم. انا هنا عندي مثلا النهارده لما بشيل المسمار من المسامير دي، القيمه المقابله للمسمار دي بتبقى قيمه المقاومه. يعني هنا مثلا عندي R1 يساوي 10، ان هنا المكان قدام المسمار يساوي 10، لو شلت هنا يبقى R2 برضه بيساوي 10، وبالتالي نسبه R1 على R2 هي 10 على 10 يساوي 1. بالتالي لما اجي اطبق القانون، المكان بتاع R1 و R2 ده بيتحذف، فبيبقى عندي مطالب ان انا عندي نسبة R3 تطلع R4. انا عندي هنا R3 انا عارفها هي 47، فالمفروض ان هو نظريا R4 تطلع يساوي 1، هي تطلع يساوي 10. هبدأ دلوقتي اشوف النسب. هشيل مقاومات بحيث انها تساوي 47 في البداية، شيل 40 مثلا و4 و3، دي المفروض قيمتهم 47. وهوصل هنا الجلفانومتر ما جابهاليش بالظبط، فانا هحاول اكبر القيمه اغيرها بحيث ان هي توصل على صفر في الجلفانومتر. هشيل مثلا 2 معاهم كده بعدت، فاروح انا مزودها واقلل ال 47 اخليها اقل من 47 مثلا، كده بقت 44 وهكذا لغايه لما اوصلها لصفر، اخلي المؤشر الجلفاني يوصل صفر واجيب من خلالهم القيمه بتاعت المقاومه R3 عن طريق القانون. انا بجيب R3 يساوي R4 في R1 على R2. هعملها مره تاني، بس بدل ما نسبه كانت 1:1 خليها 1:10، خلي نسبه R1 يساوي 10 وR2 يساوي 100، فكده بقت نسبه 1:10. واشوف القيمه بتاعت R4 بنفس الطريقه المره اللي فاتت، واحسب R3 من القانون R4 يساوي R1 على R2. ده الجزء الاولاني، وبعد كده هطبق الجزء الثاني كما هو، ان انا هوصل للمقاومه الثانيه دي انا عارفها اساسا 10، وهشتغل عليها بنفس الطريقه واجيب قيمه R3. ده جزء اولاني في التجربه. الجزء الثاني ان انا مطلوب مني ان انا اوصل المقاومه على التوالي، مقاومتين مع بعض على التوالي ومره اللي بعدها على التوالي، دول المقاومتين بتوعي. عشان اوصلهم على التوالي بوصل طرف من المقاومه الطرف للمقاومه الثانيه بالشكل ده، وصل طرفين، الطرف طلع من المقاومه بالبريدج والطرف الثاني بالبريدج بالطرف الثاني بالبريدج، كده بقى موصل على التوالي واقوم بنفس القيمه، وانا اكون عارف ان هو التوالي مجموعهم اللي هو 47 و10 دي 57. في حاله ان انا هوصلهم على التوازي بستعين بسلك ثاني
وصله هنا ودخل السلك من المقاومة الأولى بالمقاومة الثانية. أوصل الطرف ده من المقاومة الأولى بالمكان هنا في المقاومة الثانية. أوصل طرفين المقاومة الثانية بالجلفان. أشوف الكرة تطلع كام. وبعد كده عندنا الجزء اللي هو الكتابة. الرسمة دي التجربة دي فيها رسومات ولكن فيها بعض الحسابات. عندنا أنا بعد ما جبت من المقاومة الأولى جبتها مرتين، مرة لما كانت النسبة 1:10 ومرة لما كانت نسبة 1:100، وأشوف القيمة طلعت كام في المرتين وأجيب المتوسط بتاعهم وأشوف نسبة الخطأ. وهعمل نفس الكلام لما التجربة كانت مع المقاومة الثانية هي 47 وأشوف نسبة المتوسط بتاعهم وأشوف نسبة الخطأ، إن هو المقاومة النظري ناقص الإكسبيرمنت على النظري. بعد كده بجاوب على أسئلة. وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.